بهدف مطاردة خلايا داعش النائمة، تواصل القوات الأمنية عملياتها العسكرية لليوم الثالث على التوالي لملاحقة خلايا إرهابي داعش المتخفية داخل بساتين ناحية أبي صيدة بمحافظة ديالى. بين أشجارها وأدغالها المتشعبة تواصل القطاعات الأمنية لليوم الثالث على التوالي وبمختلف صنوفها ملاحقة خلايا داعش المتخفين ببساتين المخيسة وأبي قرمة التابعة لناحية أبي صيدا. فالمهمة ليست سهلة بسبب الألغام التي زرعها التنظيم. باشرت العملية حقيقة إلغاء تنظيف هذه المناطق من الخلايا الإرهابية النائمة والمضافات في مناطق القبة وبقرمة والمخيسة وصولا إلى منطقة أبو صيدة. تم حقيقة اليوم تم تدمير مضافتين للعدو حاليا، تم الاستيلاء على بعض أسلحة العدو والقنابر الهاون. حاليا احنا في المرحلة الثالثة بعد ما طوقنا العدو من جميع الاتجاهات، اللي هو طبعا ليس بالأعداد اللي كان نتصورها، كان عاجز عن مقاومة قطاعاتنا ولذلك ولف هاربا، وكان هنالك بعض المضافات سواء كانت هذه المضافات قديمة أو جديدة تم تدميرها بالكامل. صراحة مزرعة للعبوات، ولكن والحمد لله والشكر نرى المجاهدين ويتدافقون وكلهم مشاريع تضحية، وهذه هي بصراحة هي آخر تقريبا آخر نقطة هي في محافظة ديالى، والحمد لله والشكر تم تطهيرها بالكامل. باندفاع ومعنويات عالية تتقدم القطاعات العسكرية لتدمير مضافات ومآوي كانت منطلقا لهجمات مسلحي داعش نحو النقاط الأمنية القريبة وتهديد أرواح أهالي قرى الوقف وترويعهم خلال الأشهر الماضية. حتى اليوم اكو قسم من أهل البساتين جونا وأخذنا أرقام تليفوناتهم ووعدناهم على باكر يجون إن شاء الله ندخلهم على بساتينهم ونطمنهم يعني، وإحنا ندخل وياهم. المناطق المتروكة من 2006 اليوم وبساتين هي صار أشبه بالغابات، يعني تطهيرها كلش صعب وكلش مو الآليات عدم حركتها، الحركة مقيدة. يعني قبل ما كنا ما قدر نصل هنا نرعي الأغنام مالتنا، فلهسه لحد الآن وصلنا يعني الحمد لله. وبحسب القيادات العسكرية أن الصفحة الأخيرة من العملية ستشرع بإعادة العوائل المهجرة عن هذه القرى لإعادة الحياة الطبيعية لسابق عهدها وإعادة عناصر الصحوة الموجودة أصلا لمسك الأرض. العملية مستمرة يعني لحد ما نطهر هذه المناطق ونعيد العوائل إلى هذه المناطق، وأن إضافة لأنه عندهم عناصر صحوات رواتبهم ظهرت إن شاء الله راح يستلموها وراح نعيدهم هنايا ونكمل هذه المناطق، تبقى فقط الخدمات. راح نشوف ان شاء الله اليوم السيد المحافظ انه يعيدون الخدمات لهذه المناطق. وحتى وقت اعداد هذا التقرير وصلت القطاعات الامنيه الى قرى بودجه وعبد الحميد واكتساح اغلب البساتين المقله على نهر ديالى التي لم تصلها اي قوه منذ عام 2003، اذ تعتبر هذه العمليه الاكبر من حيث العده واعداد القطاعات المشاركه. أحمد الرسام، قناة الرشيد، ديالى.